بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء من مدرسة الحياة وهي عبارة عن شروح لكلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب السيد الخاطر وكانت آخر مرة التقيت بكم في هذا الكتاب في رمضان الماضي في خاطرة بعنوان نفستي مصدور وقد ألقيت 8 محاضرات في هذه الخاطرة وبقيت 4 لم نتمها سنتمها إن شاء الله بعد ذلك لكن اليوم سأتعرض لخاطرة قصيرة وفي نفس الوقت مهمة جعلت لها عنوانا ألا وهو نعمة الفراسة قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة
والذكي يتخلص إذا وقع في آفة، كما قال الحسن: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع، فأما المغفل فيجني على نفسه. هؤلاء إخوة يوسف عليه السلام أبعدوه عن أبيه ليتقدموا عنده، وما علموا أن حزنه عليه يشغله عنهم وتهمته إياهم تبغضهم إليه. ثم رموه في الجب فقالوا: يلتقطه بعض السيار. وليس بطفل، إنما هو صبي كبير، وما علموا أنه إذا التقط يحدث بحاله فيبلغ الخبر إلى أبيه، وهذا تغفيل. ثم إنهم قالوا: أكله الذئب، وجاءوا بقميصه صحيحا ولو خرقوه لاحتمل الأمر. ثم لما مضوا إليه يمتارون قال: أتوني بأخ لكم، فلو فطنوا علموا أن ملك مصر لا غرض له في أخيهم. ثم حبسه بحجة، ثم قال: هذا الصواع يخبرني أنه كان كذا وكذا، هذا كله وما يفطنون. فلما أحس بهذه الأشياء يعقوب عليه السلام قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف. وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده، ولهذا لما التقيا قال له: هلا كتبت إلي؟ فقال: إن جبريل عليه السلام منعني. فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل بأخيه تنبيها، فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة. وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب لا على مجرد صورته. طبعا الكلام يبدو أنه معقد أو كأنه كالرمز، لكنه على أي حال واضح. عصب هذه الخاطرة هو فطنة، هو نعمة الفراسة وعاقبة الغفلة. والفراسة ملكة يخلق المرء بها، وقد يكتسبها لو أراد أن يصل إليها، كما في الحديث الذي يصححه بعض العلماء وهو موقوف، وهذا هو الصواب فيه، ألا وهو: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. بعض العلماء يصحح هذا الحديث، والصواب أنه موقوف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم صفة مكتسبة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يتدرج المرء في طبقات العلم حتى يقال هو أعلم الناس، وتعقد عليه الخناصر أنه أعلم خلق الله. وقد يندهش المرء من كثرة ما يعرف هذا الإنسان في علم أو في علوم، برغم أنه لما ولد ما كان أعلم شيئا. يبقى العلم صفة مكتسبة بخلاف الحلم. الحلم صفة جبلية زي العصبية، كان عصبي ده يولد هكذا، العصبية صفة جبلية، والحلم أيضا صفة جبلية. فلما قرن ما بين الصفة المكتسبة والصفة الجبلية علمنا أنه يمكن بالصفة المكتسبة أن يصف إلى الصفة الجبلية.
فيكون عالما حتى يقال ولد عالما، كما أنه ولد حليما. ولما صنف الإمام الشوكاني كتاب نيل الأوطار وذكر أن بعض شيوخه طلب منه أن يشرح كتاب جد شيخ الإسلام اللي هو منطق الأخبار، قال في مقدمة هذا الكتاب: وقد يبلغ الطالع شأو الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يريد أن يقول أن الطالع اللي هو الطفل التلميذ يعني الصغير قد يبلغ شأو الضليع، يعني يريد أن يقول أنا وإن كنت لست بأهل أن يقول لي شيوخي اشرح هذا الكتاب لأنني ما زلت طالعا، لكن قد أبلغ شأو الايه الرجل الضليع الكبير يعني. ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع، المتعاقل الذي ليس بعاقل وهو رقيع أيضا، ولكن لما ادعى أنه عاقل عد في جملة العقلاء. فإذا قيل من العقلاء في البلد يقولون فلان وفلان، فيقولون هذا رقيع، يعني هذا متطفل على أهل العقل يقول، ولكن ظاهره يقول أنه عاقل. فالمرء قد يكتسب صفة حتى تصير كالجبلية بالنسبة له. الفراسة تتعلق بالحكمة وبعد النظر، فهي صفة جبلية، لكن قد يكتسبها المرء بالدأب والبحث عن هذا العلم. الشافعي رحمة الله عليه قال: تعلمت الفراسة قبل أن أتعلم الفقه. وده كلام غالي، لأن الفقيه إن لم يكن متفرسا يضل في فتواه. ساعات المستفتي يجي عشان يضحك على المفتي ويديله معلومات غلط، صح المفتي ليس بمسؤول عن أي معلومة خطأ يعطيها المستفتي له، ليه؟ لأنه المفتي أسير السؤال، تديني سؤال خطأ أعطيك الجواب على قدر سؤالك. واحد قال لامرأته: أنت طالق. فلو جاءني وقال إنني قلت لامرأتي أنت طالق أقول هي طالق، لكن لو هو جاء لي لا أنا كنت أقصد أقول لها غوري من وشي فسبقني لساني وقلت أنت طالق، أقول له لا يقع الطلاق. طب هو مخبي الحدوتة في جواه، يعني هو الآن يخدعني، خليه يريد أن يقول أنت طالق فعلا، ولكن لما قال لي أنا كنت أقصد كذا وكذا وأنا قلت لا تقع هذه الطلقة خلاص أنا بريء، هو المسؤول. لكن أحيانا المفتي قد يلجأ إلى حيلة ليستخرج الحق، ودي تحتاج إلى فراسة. عندنا مثلا سليمان عليه السلام في الحديث المشهور هو في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما اختصمت امرأتان في ولد في غلام، كل واحدة تقول هذا ابني، كل واحدة لها ابن، فعلا جاء الذئب أكل ولد أو أخذ ولد من الولدين الصغار، فاختصمت المرتان على ولد الباب، كل واحدة تقول هذا ولدي. اختصموا لداود عليه السلام فأعطاه للمرأة التي يظهر أنها أمه. طب حيظهر أنها أمه إزاي؟ عمالة تبكي وتولول والكلام، والتانية سكت. والأنبياء يحكمون على ظاهر ما يرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، برغم أنه يوحى إليه ولكن يقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فكذلك الأنبياء إنما يحكمون على ظاهر ما يرون. فداود عليه السلام قضى لإحدى المرأتين بالولد، لما خرجت من عند داود لقيت سليمان عليه السلام ف
فشكت المرأة التي هي أم الولد حقيقة إلى سليمان عليه السلام وقالت إن أباك قضى لهذه بابني بهذا الولد وهو ابني. فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين أشقه نصين، خلاص طالما مش عارفين هو ابن مين بالضبط نسيبه نصين كل واحدة تاخد نص. طب هو يعني سليمان عليه السلام لا يعلم ان الولد اذا قسمه نصين انه سيموت ولا هذه ستستمتع لهم الاثنين كل واحد ياخد نص بتاعه يدفن، يعني ما فيش واحدة هتاخد حاجة. فلما قال هذا شهقت احدى المرأتين وقالت لا اريده اعطه لها، فحكم به لها. ما ده نوع من الايه، ما هذا نوع من الفراسة. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن سليمان عليه السلام أن داود عليه السلام عرضت عليه قضية، رجل أراد أن يتزوج امرأة فأبت عليه فأراد أن يفضحها، فذهب إلى داود عليه السلام وقال إن هذه المرأة تعاشر الكلاب. فطبعا ده حكمها ليه القتل على طول. فالمهم أن عرضت القضية على سليمان عليه السلام. طب مين اللي بيتهم المرأة بأنها بتعاشر الكلاب؟ ثلاثة أربعة، جاب كل واحد لواحد قال له أنت شفت الموضوع ده؟ قال نعم. قال ما لون الكلب؟ قال له أبيض. أما ركنه على جنب هاتوا الثاني، أنت رأيت؟ قال له آه. قال له ما لون الكلب؟ قال له أسود. قال طيب ركنوه هاتوا الثالث. كل واحد جاب لون شكل تمام، فقتلهم جميعا ونجت المرأة. هذا نوع من الحيل، ولذلك لا بد أن يكون القاضي ذكيا صاحب فراسة. فعش القاضي يبقى قدامه القانون أو شوية قوانين يقعد يرى ويقول لا، لا بد أن يبذل الوسعى في معرفة الحق ليرده إلى صاحبه. ولذلك أنا بستغرب على قضاة النهاردة. أنا سمعت وزير العدل مرة، أحد وزراء العدل يعني السابقين، يقول إن القضايا اللي في المحاكم المصرية 11 مليون قضية. طب كم قاضي بيحكم في 11 مليون؟ قال عدة آلاف. يعني أحد القضاة أخبرني إن هو مطلوب منه أن يحكم في السنة في 400 قضية. السنة. يعني لو حكم في كل يوم بقضية وثلث ولا قضية وربع ولا قضية وخمس كل يوم. طب القضية كيف يحكم فيها هذا القاضي؟ إن شاء الله يكون أذكى خلق الله. هو مش فيه واحد يقدم مستندات وتاني بقدم مستندات؟ مش لازم يقرأ دي ويقرأ دي ويعرف الحق فين ويشغل الدماغ بتاعه؟ ده هو يعني لو حكم مثلا بستين سبعين قضية في السنة يبقى كتير. لما يحكم بربعمائة قضية يكون الرول بتاعه ربعمائة قضية في السنة مثلا، ده كيف يحكم وازاي يشغل دماغه علشان يستطيع ان يرد الحق الى اهله؟ ولذلك الاحكام بتكون مسبقة، ده محكوم عليه بالاعدام ده قبل ما يجي، وده محكوم عليه بالسجن، وده محكوم عليه بالجلد والكلام ده. فهو القاضي لابد ان يكون صاحب فراسة. الشافعي رحمة الله عليه يقول انه تعلم الفراسة قبل أن تعلم الفقه، ولذلك رزقه الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض. شوف لما يكون واحد أحد أربعة يتبعه مليار مسلم، مش هقول مليار ونص لأن النص ده خليهم الجماعة الشيعة والجماعة اللي مش تبعنا خالص، لكن على الأقل في مليار سني أو رجل ينتسب للنادي السني أو 800 مليون. بعد ما تخلي 700 كده في الهواء على حسب المذاهب والملل والنحل، تخيل مثلا لما يكون الشافعي ده بيتبعه 200 مليون في العالم، وهذا شخص فرد يتدين بمذهبه وطريقته في الفقه في حدود مثلا 200 مليون أو 300 مليون. فتعلم الفراسة، وكانت الفراسة تطلب قديما. عشان كده احنا بنقول لأي رجل يتصدر لتعليم الناس
أو للقضاء بين الناس لابد أن يدرس الفراسة. طب ما فيش كتب للفراسة مثلا ممكن إنسان يصل إليها الآن، اقرأ في تراجم أهل العلم وانظر في تراجم أهل العلم ماذا كانوا يفعلون وكيف كانوا يتصرفون. يعني من أفرس الناس إياس بن معاوية في زمنه. إياس بن معاوية كما ذكر المزي في تهذيب الكمال في ترجمته وذكر حكايات عن فراسته، يقول أن دهقانا، أن دهقانا أحد اللي هم الجماعة اللي بيشتغلوا في السكر والنبيذ والخمر والكلام ده، جاء إلى إياس وقال: ما تقول في السكر اللي هو فيه ما يسكر يعني؟ قال: حرام. قال: كيف يكون حراما؟ ما تقول في التمر؟ قال: حلال. قال: وما تقول في الكشوت أو الكشود؟ الاثنين يعني ضبط صحيح بس الفتح أشهر. الكشود ده عبارة عن نبات يتعلق بالأغصان، أغصان الأشجار، وليس له جذر، بتاخد الورق بتاعه ترميه في المية اللي بتحط فيها التمر والكلام ده علشان ايه؟ علشان تعمل النبيذ يعني. قال: ما تقول في الكشود؟ قال: حلال. قال: ما تقول في الماء؟ قال: حلال. قال: حلال في حلال في حلال. مش هقول لك حلال حلال حلال، ده راح زمنه ده، ها؟ ما عادش المذهب الثلاثي ده، ما عادش خلاص. حلال التمر، في حلال الكشود، في حلال الماء. كيف يكون كل هذا حراما؟ فقال له، هو دي الفراسة بقى، تكون جاهز على طول عندك فرصة. قال: ما تقول لو قذفتك بكف من تراب؟ أيوجعك هذا؟ قال: لا. قال: فلو قذفتك بكف من ماء أيوجعك؟ قال: لا. قال: لو قذفتك بكف من تبن أيوجعك؟ قال: لا. قال: فإذا جئت بالتراب مع الماء مع التبن وجعلته كتلا وجففته ثم قذفتك به أكان يوجعك؟ قال: نعم، وقد يقتلني. قال: كذلك، ذا حلال وهذا حلال وهذا حلال. فلما اجتمع واشتد كان حراما، كهذا الذي جففناه وجعلناه كتلا وضربناك به، أنت قلت: بل قد يقتلني. كذلك هذا لما كان يعني مفرداته حلال واجتماعه حرام، كذلك مفردات هذا لا توجعك واجتماعه يوجعك. خلاص، يبقى كده ايه؟ كده الرجل طلب دليلا عقليا، وهو اداله ايه؟ دليلا عقليا اقر به. لما دخل الشام إياس بن معاوية في زمان عبد الملك بن مروان، اختصم مع رجل كبير، وصادف أن هذا الرجل كان صديقا للقاضي الذي يتحاكمان إليه. فالقاضي لما رأى إياس بن معاوية وكان يعني شابا، قال له: أما تستحي أن تشكو رجلا كبيرا؟ فقال له: الحق أكبر منه. ده هو إيه؟ وهو صبي، الحق أكبر منه. فقال له: أظنك ظالما. قال: ما على ظني خرجت، ما على ظن القاضي خرجت من منزلي.
قال ما أراك تقول حقا حتى تقوم؟ قال لا إله إلا الله. أهو ما يقدرش يطبع، أسقط في يد القاضي لما قال له لا إله إلا الله. ما بقول له أنت لن تقول كلاما حقا حتى تقوم من مجلسك. قال له لا إله إلا الله. فدخل القاضي على عبد الملك بن مروان وقال له أن في رجل صفة كذا وكذا وكذا، واشتكى. قال له أعطيه ما يريد وأخرجه من الشام حتى لا يفسد علينا الناس. ليه؟ لشدة فراسته، خشي منه عبد الملك ابن مروان. كذلك في الطبقات المتأخرة عن إياس بن معاوية، يعني من طبقة أحمد بن حنبل وابن معين والجماعة دول، القاضي يحيى ابن أكثم يقول علي المديني رحمه الله: دخل علينا سفيان بن عيينة يوما ضجرا، يعني كده زهقان، فنظر إلينا وقال: أليس من البلاء أن أجالس ضمرة بن سعيد؟ وقد روى عن أبي سعيد الخدري. وأجالس عمر بن دينار؟ وروى عن جابر. وأجالس عبد الله بن دينار؟ وروى عن ابن عمر. وأجالس الزهري؟ وروى عن أنس. ثم أجلس إليكم، يعني يطول بي العمر إن أنا أجالس من رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين أشوف الخيلة العكرة دي، هو عايز يقول لهم كده. فقام حدث في المجلس، حدث يعني ايه؟ صبي، شاب صغير يعني. قال: يا أبا محمد أتنصف؟ قال له: إن شاء الله. فقال له: لشقاء من رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بك أعظم من شقائك بنا. يعني اللي شاف النبي وشافك كان أشد شقوة منك بنا. فلما سمع سفيان هذا الكلام أطرق ساعة ما، وقال له: أتنصف؟ يعني أتقبل الإنصاف يعني إذا أقمت عليك الحجة؟ قال: أتنصف؟ قال: إن شاء الله. فسكت سفيان ساعة، ثم أنشد أبيات أبي نواس: خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. يعني سفيان بيقول: يا ريتني ما اتكلمت، هو عايز يقول كده. ثم قال: من الفتى؟ قالوا: هذا يحيى بن أكثم. قال: إن هذا يصلح لمجالسة هؤلاء. هؤلاء اللي هم ليه؟ السلاطين والأمراء والجماعة دول. ليه؟ لأن السلطان عموما السلاطين يحبوا ليه؟ الناس الأذكياء، يحبش واحد بقى إيه يعني غبي. ليه؟ عشان يتخلص. السلطان دائما تعرض عليه مشاكل الناس وعدم فورطاته والكلام اللي عايز الحاشية اللي حواليه تكون ذكية، يحصل فيه نوع من الخلاص، ولا يخلصه إلا الإيه؟ إلا الحاشية. لما المأمون رأى يحيى بن أكثم كلف به، حبه أوي، ورأى فيه ما خيل الذكاء، فولاه قاضيا على البصرة هو ابن 17 سنة. فالجماعة بتوع البصرة مش عاجبهم الكلام، لأن كان في البصرة من هو أعلى سنا منه وأقعد في العلم منه، إزاي بقى هو القاضي بتاع البصرة كلها يعني؟ فحبوا إيه يتريقوا عليه يعني. فواحد بيقول له: إيه كم سن القاضي؟ سنك كم سنة؟ عشان يقول له سني 17 سنة مثلا ولا حاجة. كم سن القاضي؟ قال: سني هو سن عتاب بن أسيد لما ولاه النبي على مكة. ها؟ خلاص يعني اخرس بقى، هو عايز يقول له كده. ده بيعجبني زي طبيب بيطري، انا مش عايز الجماعه البيطريين يزعلوا.
طبيب بيطري رايح يخطب واحدة، فبيقول له حد يعرفك انت مشهور يعني؟ قال لا ما فيش حمار ما يعرفنيش. ها يعني او ده بقى ايه، انا اعجبتني الفراسة دي على طول جاهز. ها بس كل واحد بيجاوب في تخصصه. يا شيخ محمد مزعلش. فالفراسة دي تنفع صاحبها، تنفع صاحبها. ولذلك كان العلماء يتعلمونها. هنا عصب الخاطرة دي كلها فضل الفراسة وعاقبة الغفلة. وابن الجوزي ضرب مثلا بقصة يوسف مع إخوته. على طول الخط إخوة يوسف لم يفطنوا، أن كل ما يفعلونه ينقلب عليه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. خلاص طالما أنه بيحب يوسف وكل شوية ما عاد على حجره وعمال يقول يوسف يوسف، خلاص لما يدرى يوسف يبقى ما فيش غيرنا احنا اللي في وش، يبقى ايه نفرض نفسنا عليه ولا يرى غيرنا، يبقى خلاص هيحبنا. وما علموا ان المرء له قلب واحد يتحرك به، ان تعكر هذا القلب تعكرت النعم كلها وتبدد سلام النفس. زي مثلا يكون راجل واحد راجل متجوز اثنين مثلا، تقوم واحدة تعكنن عليه مثلا، طب بتعكن عليه ليه؟ علشان تاخده من التاني. تقوم هي كمان تشرب المر، يبقى لا هي استمتعت ولا تركت الأخرى تستمتع. ليه؟ لأن الرجل له قلب واحد. هذا القلب إن كان محفوظا خلاص سلامه وطمأنينته تمتد على الجميع. إن تعكر هذا القلب خلاص لا ينتفع المرء بنفسه ولا ينفع غيره إذا تعكر سلام قلب. فابن الجوزي هنا بيقول إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة، والذكي يتخلص إذا وقع في ورطة. ولو تفتكروا قصة الحجاج بن يوسف الثقفي لما طلب القبض على رجل فلم يجدوه فقبضوا على أخيه، أول ما قبضوا على أخيه يبدو أنه كان أيام الحجاج كانت أمن الدولة مفترية برضو، عملوا فيه هدموا له داره ومنعوا من بيت المال عطاءه وحلق على اسمه. حلق على اسمه يعني اتحط في القائمة السوداء، ممنوع السفر، حلق على اسمه اتحط عليه دائرة يعني. وخدوه طبعا عينك ما تشوف الا النور يعني، سووه لحد ما دخلوه في الايه في الزنزان. فالرجل قال للحراس يا جماعه اريد ان اكلم الامير، وقعد يتحايل عليهم كده وبتاع، فقالوا له خلاص اذا مر الامير نعلمك. والحجاج بيمر كده فقالوا له الراجل اللي في الزنزانه ده عايز يكلمك، فقال له ماذا تريد؟ قال اصلح الله الامير، طلبتم أخي فلم تجدوه فأخذوني، فهدم داري وحلق على اسمي ومنع عطائي. فقال له الحجاج هيهات، أما سمعت قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. انت ما سمعتش الحكمة دي ولا ايه؟ ها واحد يأكل الليمونة والتاني الدرس،
ولا ما عندكش فكرة عن الحكمة العظيمة دي؟ واحد يعمل العملة ويلبسها واحد تاني، ده كلام الشاعر بيقول كده. قال: أصلح الله الأمير، ولكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وما يقول الله تعالى؟ قال: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. أنا الحقيقة عجبني فرصة الرجل جدا، يعني هنا أطرق الحجاج وصفق بيديه وقال: علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الشرطة، وقال: ابن لهذا داره وافكك عن اسمه ومر له بعطاء ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. أهو ده حسن تخلص، عرف إزاي يتخلص من المحنة التي وقع فيها. والحجاج يبدو أن قلبه كان مفتوحا يعني لمقتضى كلام الرجل، عشان كده إيه قال: مر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. وإلا الحجاج يوسف المقص جاهز، كان تحت المقصر على طول يحطه ومقص رقبته على طول، كانش يعني فالذكي هو الذي يعرف كيف يتخلص، إنما صاحب الغفلة يجني على نفسه. يعني لو واحد وقف أمام القاضي مثلا وقال له: أسرقت، فأراد أن يتكلم بكلام صحيح، قال: أيها القاضي، وهل هناك معصوم؟ طب ده ودى نفسه ده ولا لا؟ طب الكلمة بتاعته كلمة صحيحة ولا غلط؟ ها؟ أو كأن يقول له: أيها القاضي، لا معصوم إلا الأنبياء. يبقى دي معناها أن أنا إيه؟ أنني سرقت. طب ده واحد لما يتكلم بكلمة صحيحة في غير مكانها زي ما أنتوا سمعين كده، يبقى لبس نفسه دوم ولا لا؟ ما بيتحنج له. زي ما صح أن رجلا سمعه عمر يقول لآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فجلده عمر حد القاذف. طب والرجل قال حاجة؟ قال لك: معنى أن تنفي عنهم التهمة كأنك تتهمهم، فهذا فيه إشعار بالتهمة. لما تقول ما أبي بزان ولا أمي بزانية، يبقى ده كأنه ده فيه إشعار بالتهمة، يبقى كأنك أنت بتقذف. فجلده عمر رضي الله عنه ليه؟ لهذا الإيه؟ لهذا الإشعار. فيقول لك المغفل يجني على نفسه بخلاف الذكي يتخلص. وجاب كلام الحسن البصري: إذا كان اللص ظريفا لم يقطع. يعني يقصد إن اللص ممكن يتخلص من الورطة إذا أمسكوه، زي أي واحد يعني مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيتفسح في يوم من الأيام وبعدين إيه تنكر، فقابل واحد قال له: ما تقول في الحجاج؟ فقال: لعنه الله. هو ما يعرفش الحجاج، هو الثاني ملثم الكلام. فلما عسكر الحجاج لفوا عليه وعرف انه هو ده الحجاج، قام قايل ندى الحجاج وقال له: على فكره انا بتجنن يوم في السنه، ها؟ وهذا هو اليوم. قال: فضحك الحجاج وتركه. ها؟ وهو بيعرف يتخلص من الورد. اذا كان اللص ظريفا لم يقطع، يعني يقول لك انه يستطيع ان يتخلص حتى لو كان السرقة يعني ثابت عليه، يمكن له أن يتخلص. طبعا هو الحسن البصري أو ابن الجوزي أتى بأثر الحسن مش علشان يعني حد يفهم من هو يقول سلك نفسك، لا، يعني عايز أقول هو يريد أن يقول
ان التهمة لما لبسته استطاع ان يتخلص بفطنته وذكائه وفراسته. انما مسائل الاخرة والعقوبات دي مسألة اخرى، يعني ارجو اني ما بس عشان ما فيش حد يفهم ايه يفهم خطأ. وقبل ان ادلف الى قصة يوسف وان اخوة يوسف وانهم لم يفطنوا، تذكرت الان حديثا رواه الامام البخاري في كتاب المغازي: لولا ان البخاري روى هذا في صحيحه وقيل لي كحكاية ما صدقتها. جعفر ابن عمرو ابن أبي الضمري يقول: خرجت انا وعبيد الله بن عدي بن الخيار وكانوا في الشام، فقال له جعفر ابن عمرو، بيقول لعبيد الله ابن عدي بن الخيار: هل لك في وحشي نسأله كيف قتل حمزة؟ قال له ماشي. كان وحشي يسكن في حمص، فنزلوا حمص وسألوا على أين بيت وحشي، قالوا أشاروا إلى قصر وقالوا له إيه هو يسكن في هذا القصر. قال: فرأيناه كأنه حميت، حميت يعني أسود شديد السواد، يجلس في ظل قصره. قال: فوقفنا عليه وعبيد الله معتجر بعمامته لا يرى منه غير عينيه وقدميه ملثم يعني. فقال له عبيد الله بن عدي: يا وحشي هل تعرفني؟ قال: لا والله، غير أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما فكنت أسترضع له في مكة، فناولتها إياه فكأني أنظر إلى قدمي. هل ممكن إنسان تبلغ به الفراسة أنه يعرف راجل من قدمي وما شافوش غير مرة واحدة لما كان طفل رضيع، وهو بيناول الطفل الرضيع ده لأمه عشان تشيله بص الرجلين، فلما نظر إلى قدمي هذا المتكلم قال له: كأن اللي أنا اديته للمرأة دي، المرأة دي هو أنت. طب هو الولد الرضيع رجله قد إيه؟ مقاس كام يعني؟ 46؟ ده رجله طول كده أهو. طب وعدي عبيد الله بن عدي بن الخيار ده مقاس رجله كام بقى بعد ما كبر؟ ازاي يعني يعرفه من رجليه يعني؟ ها؟ قال: فخلع عبيد الله بن عدي بن الخيار عمامته واظهر نفسه له. دي حاجه فراسه، دي انا لم ارى في الدنيا مثلا حتى الان، يعني في قراءات وانا ابحث عن تاريخ الفراسه من زمان في تراجم العلماء، من يوم ما قرات كلمه الشافعي في مطلع الحياة العلمية وأنا ألتمس قصص الفراسة من تراجم أهل العلم، لم أرى مثل هذا الموضع قط. ولذلك وحشي لما ضرب حمزة قتل حمزة نشن على مكان صاحبه يعني بقضاء الله لازم يموت، ولما راح عشان يقتل مسيلمة نشن عليه برضه. ما هو لما أسلم وحشي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت وحشي؟ في نفس الحديث يعني. قال: نعم. قال: أخبرني. قال: هل قتلت حمزة؟ قال: أنت قتلت حمزة؟ قال: قد بلغك من الأمر ما علمت. قال: هل تستطيع أن تغيب عني وجهك فلا أراك؟ شوف يعني، شوف قتل حمزة ترك في النبي صلى الله عليه وسلم غصة لحد
ذلك الوقت بعد فتح مكة، بيقول لوحش مع ان الاسلام يجب ما قبله وخلاص، وقتل وهو كافر وكان يريد ان يعتق ينال حريته بقتل حمزة، قال له هل تستطيع ان تغيب عني وجهك فلا اراك؟ والله انا لما بقرأ دي يعني بأشعر برثاء شديد لوحشي، محروم من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرفش يكلم ولا يعرف يقعد قدامه ولا يعرف يسلم عليه ولا الكلام، قال له ما شوفش وشك. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام وحصلت فتنة مسيلمة والكلام ده، قال مسيلمة لأخرجن، قال حمزة وحشي لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أكافئ به حمزة، يعني بقى أكفر عن إيه؟ عن ذنبي يعني. فبنت جارية كما قال عبد الله بن عمر قالت قتله العبد الأسود، فكان وحشي يقول قتلت خير الناس وشر الناس، قال قتل حمزة وقتل مسيلمة الكذاب. نيجي بقى على المثل اللي ابن الجوزي بنى الخاطرة كلها عليه، وهو فعل إخوة يوسف مع يوسف عليه السلام، فأتى بمواضع كانت فيها غفلة منهم عن تصاريف القدر. أول حاجة قال لك نواريه حتى يخلو لأبينا، يخلو لنا وجه أبينا، وما علموا أن بغضه إياهم يبعدهم، وأن شوقه إلى يوسف يبعدهم أيضا. ده أول موضع من المواضع. ثاني موضع لما ألقوه في الجب، ألقوه ولم يكن طفلا لا يعي، إنما ألقوه صبيا. الصبي ده معناه إيه؟ معناه أنه يعي. أفلا يأمن هؤلاء أن يقص يوسف خبر إخوته معه فيبلغ الخبر أباه؟ ده تغفيل، ده الموضع الثاني اللي ابن الجوزي بينبه عليه. يعني لما تأتي وتعمل عملة مش كويسة مع إنسان يعي ويفطن، ده بيتكلم فيفضح، فده تغفيل. الموضع الثالث اللي ابن الجوزي وقف عليه في هذه القصة يقول وبس، ابن الجوزي بيعتمد في الكلام ده على إسرائيليات لا تصح، يعني منها اللي هو اعتمد عليه قال ان هم لما جاءوا بالقميص جاءوا بالقميص سليما لم يخرق، فقال يعقوب ما أرحم هذا الذئب، خلعه القميص ثم أكله. فأنا فهم شديد، يعني يأكل واحد والقميص صار سليم، ده الأول خلعه القميص الأول عشان إيه كده؟ عشان يأكله مشف يعني. فقال ما أرحم هذا الذئب. فيقول ابن الجوزي هنا أن هما لما جاءوا بالقميص جاءوا به صحيحا، فلو أتوا به مخرقا لاحتمل الأمر، يعني كانوا يقطعوه، يبقى الذئب إيه؟ قطعه وهو بيحاول أن يأكله بتاع مزق ليه؟ مزق القميص. قال لك ده الموضع الثالث في هذا التغفيل. الموضع الرابع يقول لما مضوا وحصل قصة الصواع بقى والكلام ده، ويوسف عليه السلام وضع صواع الملك في رحلهم وقال أتوني بأخ لكم من أبيكم. طب ما كانش واحد منهم يفكر يقول طب إحنا نطلع إيه أصلا في مصر واحنا ناس مش معروفين، وما حاجة الملك الى اخينا؟ مفيش حد سأل نفسه هذا السؤال وقال لماذا نحن بالذات دون سائر الخلق؟ حتى لما حبسه بحجة
وقال ان صواع الملك فقد، واحنا هنفتش رحالكم جميعا. وبدأ برحيل قبل برحل الناس قبل رحالهم عشان تنطلي عليهم المسألة، وباش على طول لا صواع الملك في رحالهم هم. ما فيش حد برضو فضل لما قال الصواع أخبرني بكذا وكذا، دي كلها اعتماد من ابن الجوزي على الإسرائيليات يعني. قال لك لم يفطنوا أبدا، كل دي قرائن في قصة واحدة، ومع ذلك لم يفطن واحد منهم كما فطن أحد أصحاب الجنة المذكورة في قصة في سورة القلم. فطن بعد ما أحب أنهم يمنعوا الفقراء الحق الذي كان والدهم يعطيه الفقراء، فطن أحدهم فنجاهم، أنجاهم الله بفطنة واحد منه اللي هو أوسطه، لكن هؤلاء لم يفطن واحد منهم. ثم جاء ثم ذكر ابن الجوزي بعد ذلك برضو كلام مأخوذ من قصص الإسرائيلية، أن يوسف عليه السلام لما التقى بأبيه قال لما لم تكتب لي أنك أنت موجود والكلام ده، قال إن جبريل نهاني. طبعا كل ده كما قلت لكم لا يثبت، لكنه ذكر كلمة أحب أن أفسرها، يقول وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده، لما التقيا قال له هلا كتبت إلي؟ فقال إن جبريل منعني. تعليق ابن الجوزي بقى يقول فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء كان ما فعل بأخيه تنبيها، فصار كأنه يعرض بخطبة المعتدة. يعني يقول ابن الجوزي لما نهي أن يعرفه خبره، يعرف أباه يعقوب خبره إن إخواته رموه في الجب وإن التقطه بعض السيارة وإنه دخل قصر العزيز وإنه بقى وزير الخزانة في مصر، يعني هو الذي على خزائن مصر الكلام ده، ولم يكتب لأبيه إطلاقا طيلة هذه المدة أنه موجود في مصر. ليه؟ قال لك لينفذ البلاء الذي قدره الله عز وجل. قال كان في هذا تنبيه لإخوة يوسف كالذي يعرض بخطبة المعتدة. خطبة المعتدة ده ورد في حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها أبو عمرو بن حفص، الحديث عند مسلم وغير، البتة طلقها البتة، يعني طلقها ايه؟ طلاقا بائنا. فبعدما انقضت عدتها جاءت فقالت يا رسول الله ان ابا الجهل ومعاوية ابن ابي سفيان تقدما لي ليخطباني. فقال لها اما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، ولكن انكحي أسامة ابن زيد. قالت فكرهت ذلك. ليه؟ لأن أسامة ابن زيد كان أسود اللون وأبوه كان أبيض، عشان كده كان في بعض الناس بيتكلم هل أسامة ده ابن زيد ولا لا. وانتوا عارفين زيد بن حارثة ده كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه، وبعدين فكان هو الحب. فلما ولد أسامة صار أسامة هو الحب ابن الحب، خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متأذي من الكلمتين اللي الناس بيقولوهم دول، ازاي واحد ابيض يخلف واحد اسود يعني. ف
فكان أسامة في يوم من الأيام نايم جنب أبوه، فمر قائف، القائف اللي هو بيعرف الأنساب زي النهاردة ايه بتاع الحمض النووي والكلام ده النهاردة عشان يعرفوا ده ابن دي ولا ده ابن ده ولا الكلام ده، يوم يقول لك ايه نعمل تحليل. كان زمان في واحد اسمه القائف، القائف ده هو اللي بيعرف ده ابن مين، ده الولد ده مولود لأبيه ولا مولود من سفاح. فواحد قائف معدي فبص لرجليهم الاثنين، فدي زي وحشية كده، بص رجليهم الاثنين فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. قالت عائشة راوية الحديث، حديث صحيح، قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي مسرورا يتهلل وقال لها أما سمعت ما قال القائف؟ قالت وما قال يا رسول الله؟ فقال وحكى لها الحكاية أن القائف مر بأسامة وزيد نايمين جنب بعض فقال هذه الأقدام بعضها إيه؟ هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني ده ابن ده. فأسامة كان أسود اللون، وتعرف المرأة أحيانا بتحب الرجل يكون إيه برضو إيه مقطط وكويس يعني برضو مش، فبرضو إيه كرهت يعني تتجوز واحد كده أسود اللون وبتاع. ومعاوية أنت عارف كان جميلا، وأبو الجهم برضو. قالت فكرهت ذلك، فقال انكحي أسامة، فكرهت ذلك، قال انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به، اغتبطت به. عشان كده المرأة الذكية التي تبحث عن شخصية ولا تبحث عن شخص، ودي نصيحة لكل البنات اللي هو بيتقدم لهن ايه حد خاطب. الرجل عادة أغلب الرجال يبحثون عن شخص، والمرأة العاقلة تبحث عن شخصية، الشخصية دي اللي المتعلقة بالصفات، متعلقة بالصفات. إنما الرجل يبحث عن شخص ليه؟ بيبقى عايز المرأة الجميل، ممكن ما يبقاش عندها دين قد كده، ما يبقاش عندها نسب قد كده، ما يبقاش عندها مال قد كده، لكن جميلة يقولك أخذ. ليه؟ لأن المرأة زينة في نفسها، ولذلك شرع للرجل إن هو اللي يروح يخطب، ما فيش واحد تروح تخطب واحد، لا، لأن الرجل هو الطالب الذي يبحث عن الزين. عشان كده شرع للمرأة إنها تتزين، ثم تقعد قدام المراية بالساعة والساعتين والكلام ده وتسرح شعرها وتجيبه يمين وشمال. والراجل في بعض الرجال بيتكسف يسرح شعره قدام مراته، يخليها تطلع تروح المطبخ ولا حاجه ويلحق يعمل اي حاجه وبتاع مش عارف ايه، حتى العطر مثلا المره تحط عطر ومش عارف ايه والكلام ده قدام الراجل عادي، وتتكحل وتحط مش عارف ايه البتاع اللي اسمه المكياج ده ومش عارف ايه والكلام ده قدام الراجل عادي، وقاعده قدام المرايه وصاحبنا قاعد كده اهو وهي لطعاه وقاعده تتجمل ومش عارف ايه. الراجل ممكن يتكسف يعمل الكلام ده وهي تستمتع بعمل الكلام ده لانها زينه، المراه زينه في نفسها. فالرجل عادة يبحث عن شخص، إنما المرأة العاقلة تبحث عن إيه؟ عن شخصية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها انكحي أسامة وبعدين قالت فنكحته فاغتبطت به، وجدت فيه شخصية، وجدت فيه الصفات اللي هي صفات الرجل. الشاهد من الحديث ده خطبة المعتدة اللي أنا حكيت الحديث عشانها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لفاطمة لما طلقها أبو عمرو بن حفص طلاقا بائنا البتة، قال لها لا تفوتين نفسك، لا تفوتين نفسك، ده معناها إيه؟ كأنه يقول عندي زوج لك، فما تفوتيش علينا الفرصة ان احنا نعرضه عليك. طب هي كانت في العدة آنذاك، فهل يجوز ان نعرض للمعتدة بان فلانا يريد ان يخطبها؟
قال لك نعم يجوز في حالتين فقط، يجوز في عدة الوفاة وفي عدة المطلقة طلاقا بائنا البتة، لكن لا يجوز في الطلاق الرجعي. ليه؟ لأنها ما زالت امرأة لمين؟ للذي طلقها، طلقها أول مرة خلاص لسه امرأته، مش حد يقدر يتقدم لها إلا إذا انقضت شهور العدة، خلاص أصبحت امرأته وامرأة غيره. الطلقة الثانية كذلك لا يجوز لأحد أنه يتقدم لها في شهور أو في فترة العدة. الطلقة الثالثة لو أن الرجل طلق امرأته طلاقا بائنا يبقى خلاص لا تحل له حتى تنكح إيه؟ زوجا آخر، خلاص ما عادتش سفر بقى أنك تقول لها أنا حجز لك مثلا رجل خاطب أو إلى آخره. كذلك عدة الوفاة، الرجل اللي مات مش هيرجع تاني، فيجوز في هذه الحالة أن نعرض بالخطبة في عدة المرأة اللي هي عدة الوفاة وفي عدة المطلقة ثلاثا طلاقا بائنا. فهو ابن الجوزي بيقول الذي حدث من يوسف عليه السلام أنه لم يبلغ أباه كان ينبغي أن يكون تنبيها لإخوته كالرجل الذي يعرض بخطبة المعتد. ثم ختم يعني خاطرته بشيء فيه نظر من وجهة نظري أنا، لما قال وعلى فهم يوسف والله بكى يعقوب لا على مجرد صورته. طبعا الكلام ده فيه نظر، لأن احنا ما عندناش دليل أن يعقوب عليه السلام بكى لأن يوسف فهم الحقيقة، إنما بكى لأنه فارق يوسف، فإنما بكى على الصورة ولم يبكي على الفهم. هو ده اللي ظاهر من سياق الآيات، لكن هو ابن الجوزي لأنه كان غواصا على المعاني فرأى أن يعقوب عليه السلام بكى فرحا يعني واغتباطا بما وصل إليه يوسف عليه السلام من الفهم أكثر من بكائه على فقده لصورته. المحاضرة النهاردة كانت عامة عن كلام عام في مدرسة الحياة، وإن كنت يعني جئت خصيصا يعني ليهنئ ولدنا وابننا أحمد سعد على دخوله في القفص. أنا بقول له أنت فرحان أنك تدخل السجن ولا فرحان؟ أول مرة أشوف واحد فرحان يدخل السجن. ها؟ فالحياة الزوجية قفص، وسألوا كل المتزوجين مش لازم يكون يعني قفص وحش يعني، لكن قفص على أي حال. ليه أصبحت يعني ملزم وكنت الأول حر تذهب كما تشاء وتأكل كما تشاء وتفعل كما تشاء، الآن أصبحت مقيدا بامرأة أخرى صارت من مسؤوليتك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيه ويبارك له فيه لها فيه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة التي تنفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وإن شاء الله تبارك وتعالى في يعني بعد في الأسبوع القادم هنستأنف الدروس ثلاث مرات في الأسبوع قبل شهر رمضان، وإن شاء الله سنعلن عن هذه الدروس على الموقع وعلى القنوات الفضائية برضو علشان إخواننا اللي هم من أماكن بعيدة يستطيعوا أن يعرفوا موعد هذه الدروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.